لعقد الصفقات المتبادلة التي تعزز من مساندة القطاع الخاص التعليمي للقطاع الحكومي. انطلقت بمدينة جدة أعمال المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي جيتس في نسخته الرابعة، والمتخصص في حلول التعليم والتكنولوجيا والجامعات والقطاعات التعليمية. كان هدفي هو جامع بين تطوير الاقتصاد والتعليم والاستثمار، جلب مستثمرين هنا للمملكة، جلب حلول جديدة ممكن أنا أساهم فيها في التطوير والدعم التعليمي. فعندي تقريباً 12 دول مشاركة، أتوا من مختلف الدول الخليجية العربية العالمية. الحمد لله هذه السنة في ازدياد بالمشاركين، كان 60 جناح، ونتأمل إن شاء الله السنوات القادمة يكونوا أكثر. الشركات المتواجدة هي عبارة عن شركات تعليمية، تكنولوجية، جامعات، تدريب، ومن هذا المثل يعني. طبعاً هذه الفعاليات حلو إنه تكون موجودة يعني بين فترة وفترة، تعريف المجتمع عن البرامج التدريبية المتنوعة، عن البرامج الأكاديمية، عن البرامج المقدمة من الوزارة مدعومة من طاقات من هدف، أيضا من المعاهد الخاصة تقدم. طبعا التقديم كله يكون عن طريق المعاهد الخاصة، ويحاولوا أنه يوصلوا للمجتمع، يوصلوا للأفراد، يوصلوا للمواطنين بأي طريقة اللي هي تكون طريقة سهلة جدا. أنا شاركت هنا في هذا المعرض لكي أعرض المناهج التأسيسية اللي ألفتها لمراحل رياض الأطفال، مناهج تأسيسية في القراءة والكتابة باستراتيجية الحواس المتعددة والتعلم بالترفيه. ناقش المعرض العديد من المواضيع المهمة في 21 محاضرة وورشة عمل ازدخرت بمتحدثين خبراء تناولوا أهم المواضيع المميزة والحديثة والتفاعلية حول أهم تطورات التعليم ومعززاته. كان هناك ورش عمل وبعض المحاضرات تكلمت عن أمور تتعلق بالتعليم والتدريب على مستويات عدة، سواء النشء أو حتى يعني على مستوى الكبار أو على المستوى الأكاديمي، وبعض النظريات العلمية والتعليمية اللي كان لها يعني بصراحة حضور يعني مثري وجيد ومفيد يعني لمن حضروا. قدمنا ورشة تتكلم عن الشهادات المهنية، أو أنت عارف موضوع الشهادات المهنية مهم جداً بالنسبة للشباب والبنات حالياً، من خلال أنه يكسبهم المعرفة والمهارة. يعني دائماً كثير من البرامج التدريبية تركز على الجانب المعرفي أكثر، لكن الموضوع الجانب المهاري هو الأهم. فمن خلال حصولهم على هذه الشهادات المهنية أصبح عندهم فرصة رائعة وجميلة جداً أنهم يجدوا طريقهم الصحيح إلى سوق العمل. بالإضافة إلى أنه حكومتنا الرشيدة رعاها الله وفرت دعم للشباب والفتيات يعني بكامل قيمة التدريب. المعرض بصراحة جميل جدا، ويعني وجدنا بصراحة يعني استقبال وحفاوة في الاستقبال. حضرنا ورشة العمل مع الأستاذ، وكانت ورشة العمل تتكلم عن طريقة التقديم للوظائف وآلية التقديم للوظائف. بصراحة أعطانا صورة واضحة وجميلة، نشكر له بصراحة يعني هذا الجهد، وكذلك نشكر للمعرض يعني ما قدموا لنا من حفاوة وما قدموا لنا كذلك من تسهيلات في التوظيف. شهد المعرض مشاركة عدد كبير من أهم شركات الحلول التعليمية والجامعات الدولية والعربية، التي مكنت الزوار بمختلف فئاتهم العمرية من التعرف على أحدث ما توصلت له حلول التعليم والتكنولوجيا. لقناة إقرأ من جدة، أحمد الشبيلي.